تكتيك عليكم، كومون طالبو؟ كي داير الامور؟ شتوما بخير؟ ليسونسيال تكونو اون بون سونتي، المورال مزيان، المونطال مزيان، الفيزيك اون بون فورم. رمضان كريم للجميع. شهر عندنا كيبغي يخرج كيبقى فينا، وكي يخرج كيبقى فينا. اذا نتمنىكم تكونوا كل شيء بخير وعلى خير، وليسونسيال سمعنا واحد الخبر ديال راه ديجا هضرت لكم عليه، ديال واحد من لوزوفيتش. سيربي ولا بوسنياك؟ هو سيرب ولا بوسنياك؟ بوسنياك، لونسيان يوغوسلافي. كان كيتخابر مع كيتخابر مع ليه. الهضره خاويه هذه، شوف كما تدخلوها لراسكم. ديروش على هادشي هضرة خاوية، فهمتي؟ انا كيبان لي هاد الناس هادو اشاك فوا يبغيو يكريو لا ديفيرسيون، الى هي المغرب دي كونسونطري. واه حنا اللي خصنا نقولو انهم يشوشون على الفريق الوطني ويشوشون على فرحة المغاربة بهاد التتويج، بهذا التأهل، بهذا التأهول لكأس العالم، ب 13 مليار منحة للفريق الوطني. الفريق الوطني اللي لعب كاع المقابلات ديالو في المغرب كانت عندو اقل مصاريف، لا كونسونطراسيون ديالهم في المغرب. واليوم كاين دو ماتش، كاين الرجاء وداد. هذا راه عود الكتريك، خاصو الجاك ديالو، حنا نشدو به ستون. دونك ريفونو ان نو موتون، كاع الاخبار اللي كيجوكم من هوك ما تيقوش بها، من هوك حيت تما كيجي العجاج ورقيب الدجاج والعويجاج، فهمت؟ والفرانات في الفيراج. اللي بغيت نقول لكم هما دابا قال الناس ايزون بيردي لي بيدال، توجهوا لايطاليا. حتى ايطاليا عرضوا عليه هذاك الشيء بليكي، ثمن رمزي عطوها العباسيه باش ترجع. انا دخلتي ديال الدراري الصغار ديال العجايزات، انفقصك ديال الجيران، انت ما بغيتش دير معايا راه نمشي عند الاخر. هي يعني ايطالي اللي استفدت، غتستفد حتى لاسبان، لان كاينه بلاده هناك بلاده، لان الاتحاد الاوروبي هذا راه كاين لاسبان، كاين البرتغال، كاين لا فرونس، كاين الالمان، راه بحال بحال يستافد غير واحد يفرق عليهم كاملين، فهمتي؟ وهناك هضرة مع شهري ولا أن أوروبا تتجه نحو استغلال غاز المغرب. في الحقيقة حنا مازال ما شفنا والو، يا تخد بغوي ها تندرارا ها العرايش هذا، بوغ لو مومون مازال ما شفناش، ولكن حنا المغاربة راك عارف كنأمنو بالكونكري، كنأمنوش بواسا واسا واسا، كنأمنو باللي اتحط. وداير حنا وصلنا وضعيه اننا ما كاين لا ازمه لا والو، بلا غاز بلا بترول. الا جات شي حاجه، الا جات شي حاجه هذا من فضل ربي، مرحبا بها. ما جاتناش حنا غاديين في الامور. هناك دي زانترفونسيون اللي كيجيوني وصراحه كيقولوا لي زعما ما متقبلينش هذه القضيه انه العالم كله زايد اسعار المغرب زاد. عندنا ما نديرو حنا، راه ماشي انا اللي عندي البوفوار باش نقص ولا نزيد في الاسعار. هناك ظرفيه صعيبه في العالم كامل، وانا ماشي برلماني باش نجي نستفيد. دبر راسك تصنت البرلمان ويقول لك لا زادوا في الاسعار، انا ما كندافع حتى على مواطن، جيك ديريكت راني ما كندافع حتى على مواطن، كندافع على الوحدات الترابيه وعلى كرامات المغرب، وكندافع على سياده المغرب في اراضيه، وكندافع على العالم المغربي، وكنعافد على الامه المغربيه. اما باش انايا جو ريبريزونت
شي سيتويان ولا نريبريزونتي شي طبقه من الطبقات والو، نعرف غير الطبقات الموسيقيه فهمتي، كنعرف غير المقامات الموسيقيه والتمريرات الكرويه هي اللي عندي انايا فهمتي، وما ندوز رساله هذه لشي واحد حتى شي حزب او حتى شي جمعيه باش نجيو باش نكونوا كلا غنات. انا شاهد اثبات على واحد الدوله كتعتدي على المغرب وهي راه كتعتدي على راسها في الحقيقه، هي كيتبين ليها انها كتضعف المغرب كتعتدي على المغرب، راه ما كتعتديش على المغرب كتعتدي على راسها، كتضعف راسها كتبتز غير في راسها لان الابتزاز اللي كديروا لنا كيولي ليها، و اني اون تران دو بويزي دون سي غوسورس فهمتي، كتستنزف القدرات ديالها والمخزونات ديالها من اجل اسقاط نظام المغرب، والمغرب نظام لا يسقط، لا يسقط نظام المغرب سوليد بحال الاهرامات ديال مصر ما غاديش تحركوا، كتسائل كيفاش دوك الحجر ديال الاهرامات كيفاش طلعوا وتركبوا، كذلك خصك تسائل كيفاش المغرب ابقى 13 قرن مع هذا النوع ديال العدوانيه، هذا النوع ديال العدوانيه راه قديم عندنا راه ماشي غير اليوم، راه ليه قرون، ولكن اليوم ما نظرا اللي عندنا لي ريزو سوسيو لينا كنردوا ليه البال قلنا ان ديك العدوانيه في ان كاينه، كاينه بمعنى الكلمه اشاك فوا مشاو، كاين لقاء في الامم المتحده حول النساء وحول ما عرفت المهم مشاو جبدو حتى هما بحال هما كيدافعوا على السلطانه وعلى اغتصاب النساء داخل الصحراء المغربيه، هادوك شكون يتيق بيهم؟ واش عمركم شفتوا الشيطان كيدافع على المؤمن؟ راه امبوسيبل، هذيك الدوله شيطانه وبغى زعما تدافع على الصحراويين، دوك الصحراويين راه مغاربه، خاصك تشوف انت الصحراوي اللي داير لهم الاكراه البدني والاعتقال لانكارسيراسيون ايترنال الاعتقال الابدي، ديالهم اعتقال ابدي في مخيمات الدل والحقره والتبهديل والعار، فهمتي، اما بوليزاريو شكون يعطي لو دوا باش يمثل صحراوه ديغون 45 عام؟ نهضرو ريزونابل، شكون يعطاه الحق؟ راه جات جينيراسيون اخرى ما بقاتش باغياه، جاو دو جينيراسيون دو 22 عام، واش باغيين بوليزاريو؟ لي جينيراسيون جاو باغيين يعيشو، الناس اللي لاصقه بوليزاريو كتمص الدم من دولة اللي منهك، الاخرين تا هما يجيو ياكلو معانا طيبا حلالا بلا ما يمصو الدم ما والو، الحق في الشغل، الحق في حرية الحر، الحق في الشغل، التشغيل، الحق في السكن، حرية التجول، إصالة الكرامة، المهم كل شيء عنده، بلا ما يتسنى دولة الهوك تجيب ليه شي تدويرة ولا شي رضاعة يديرها، هادو هما الصحراوة ديال المغرب، الحق كيخدمو، دايرين لي زافار، دايرين استثمارات، الله يعاونهم، هادوك اللي لهيه ما عندهمش الحق، ما عندهمش بطاقة اللاجئ، ما عندهمش بطاقة الاستشفاء، ما عندهم والو، كتفورمي فيهم الدولة، سوا في العسكر أو في الذباب لكراهية المغاربة، هادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين، وما عندهم ما يخرج منهم والو، ما غادي يخرج منهم لا عالم، ولا رياضي، ولا مستكشف، ولا فقيه، ولا إمام، ما غادي يخرج منهم والو، لأن يتربوا على الحق والكراهية وعلى المواجهة ضد الوطن ديالهم، إلا كانوا المغاربة لأن العدد ديالهم قليل بزاف، هذا هو اللي بغيت نقول لكم، لأن باش تمشي حتى للأمم المتحدة وانت ما عندك حتى علاقه وجبت سلطانه اللي هي شيطانه، وسلطانه خصك تعرف واحد القضيه عندها خوتها عندها خوها في برلماني ورئيس جماعه وعندها عائلتها مندمجه في الاحزاب بلا ما ندير اشاره لشي حزب، وهما وطنيين وملكيين كيبغوا الملك وكيرضعوا، شراو لها الدار في اليكانتي هوستاندين كتكريها، راه خصها تأدي الواجبات ديالها وتخرج تغوت برا ودير برا، هي كاينه غير هي، بينما في الدوله اللي منهك الاغتصابات عن باكاي، بحال سجن ابو غريب، لا ميم شوز، بحال سجن ابو غريب بحال الحراش، وبحال البرواقيه بوغار، كلشي بحال، هما راه طفل مولا 14 عام 15 عام تما اغتصابوه داخل مخفر الشرطه، وعدد كبير اللي تغتصب. فني وين المغرب دولة ما بغاش تطلق من المغرب واش غادي دير؟ ما عندك ما غادي دير، ما لو سول شوز اللي عندنا حنايا نعطيو ليماج ديال المغرب للعالم، حنا ما نبقاوش نتسناو حنايا رد فعل ديالهم هما ولا ديال شعبهم ولا شعب تونس ولا شعب، حنا رحنا كنلعبو في واحد الساحة ديال الكبار، اوني اون تخان دو جوي دون لا كور دي كرون، و سي فري اوني اون تخان دو جوي دون لا كور دي كرون.
المغرب تدخل التصنيع وتدخل ان غون بورسونتاج في لا فابريكاسيون لوكال، ما بقاش يتسنى يتسنى. قال لك غادي نحصروا المغرب ونهدوه بالحرب ونردوه ونسدوه عليه بحال شي جزيره. سو مالاد، سي با نورمال. انت عندك دي بروبليم ديال المجاعه، المجاعه في البلاد باش وكتزيد كتفاقم المجاعه ثم المجاعه ثم المجاعه. الناس ما لاقيه ما تاكل، ما لاقي ما ياكل، وانت باقي لاهي بالمروك. شنو هاد الحاله هادي؟ هذا مرض مرض خطير، اكثر من البارانويا واكثر من السكيزوفرينيا. هذا راه سي فريمون مرضي انكورابل، ماشي مرض اللي ما يتعالجش. سير اخويا شوف لك وليداتك راهو كياكلو سير راهم كيقطرو بيد ديال الزيت اللي مليوحين كيجمعو فيهم الزيت، لي فيديو كيدورو. شوف الناس راه كتضارب على البطاطا وكتجري، ما كان غير يجري يجري باش يدوز الصفوف الاولى على البطاطيس ولا خيزو ولا شحال الحالة. ومي ولتو تبيعو السلعة السميدة بالحالة المدنية، واللي ما مزوجش ما يشريش السميدة. خصو يكون مزوج عنده الوليدات، وهادي زوينة هادي بحال داك الكرا عندنا ما يكريوش الزوفري. خصك تجيب الحالة المدنية تجيب الحالة المدنية وعقد الزواج باش ما تجيبش دير شي الفساد في الشقة. هي هادي السميد باش ما ديرش الفساد، تبيع وتشري فيه. هنا فين كتبان هادو اللي كيسبوا باقي كيسبوا بالمدلله، راه يديروا المقارنه بين منهم المدلولين ومنهم اللي عايشين في العز والكرامه. هاد الهضره موجهه للناس اللي كاينين معتقلين في تندوف، اللي مره مره يدوز واحد البورت بارول ديالهم يقول لك حنا مالا مالكيين ما نريد هادي، راه كيخربقوا. هادوك ماشي مغاربه، هادوك اللي ما باغينش يرجعوا للمغرب ماشي مغاربه، لانهم ما محصيينش وباغين يجروا معاهم المغاربه الحقيقيين اللي راهم تماك محتجزين. هادشي اللي كاين. اما الاحصاء وراه 74 عارفين كاع المغاربه، عارفين الموريتانيين وعارفين الازاويين توارد وعارفين الماليين وعارفين اللي هما مغاربه وعارفين ديال هي ديال القراقيرو، كنعرفوهم كاملين. حنا عارفين هادشي، ما حتى حاجه ما تخفى علينا. اما حنا ما كنهدوش، حنا نو سوم توجور بوزيسيون دو ديفونس، حنا ديما في وضعيه الدفاع، وما محتاجينش نوري لهم كيفاش حنا عايشين. فهمتي، حنا غير كنكذبو الادعاءات ديالهم اللي كيشدوا لي فيديو ديالهم وكيقولوا هادشي راه واقع في المغرب وواقع. كيما داك النهار صوروا الكاريان ديال ارزو اللي مشيت لكرما طريق السينيا لايروبور السينيا ديال وهران، وقالوا في المغرب هو في اورون، يا اورون لي زونفيرون ديال اورون السينيا طريق ديال الكرما. فهمتي، وراو الواد الحار هاجم على واحد الكاريان على واحد البيدونفيل، هذاك سيد الشحمي ماشي في المغرب، هذاك سيد الشحمي ما العمليه حتى هي سما. دونك وكياخذوا شي حاجه زوينه حنا عندنا، كياخذوا صالون مغربي وكيديروا فيه الدرابو ديالهم، كياخذوا حتى من المائده الملكيه خنشلوها، المائده الملكيه حتى هي خدوها وداروا فيها الدرابو ديالهم، حتى من كبور خنشلوها. هما داروا اللغه بالامازيغ فهمتي باش ما تبانش، ولكن راه باينه كبور والشعبيه. افون خنشلو عبدو في بلاد الموحدين، لو مام داروه لو مام، نفس الحركات، بدلو غير الاشخاص، بدلو غير الاشخاص صافي. لو مام عبدو في بلاد الموحدين ديال سعيد الناصري. دونك الناس ما عندهمش علاش، هو اول حاجه ما عندهمش علاش يحشمو مطرقين عينيهم، وما عندهمش مرجع. لو كانت لهم مرجعيه تاريخيه وتراث تاريخي كان يبان نهار استقبال الوزير الطلياني. ما تعرف شكون هما لي زوروبيان ولا شكون هما لي نوغ افريكان، ما تعرف شكون. هما التراث، التراث ها الحريره هكذا ديالنا، ها الطنجيه ديالنا، ها الطاجين ديالنا، ها الحريره ديال البشكير، الحريره ديال طنجيش. وفي الاخر جينا نشوفو ما لقينا حتى حاجه من داكشي اللي كتجيبو هذيك حمالات الحطب، ما شفنا والو، ما شفنا لا قناه سميره اللي كديرو ولا قناه الشرق والو. شفنا رجاله منا ورجاله منا بحال الريفكتوار وحاطين التواصل، وما كاين حتى حاجه تشير على انه في بلد ما عربي او امازيغي او شمال افريقي. كوستيمات كاملين، بينما المغرب كي كيستقبل الناس كيعطي ليماج ديال هذا هو الملوك، هذا هو التاريخ، هذا هو الانتماء، هذه هي الهويه. هكا تشوف مولاي السلطان تبارك الله سيدي، انا اللبسه كي دايره والطربوش الفاسي والولد، هو
الامير المجلل حتى هو كيفاش بارك وكيفاش طوي بلا دايره فهمتي، ومحطوط فيها داك الشيء سامبل صغيور كاع كنحطوه في ديورنا فهمتي. ومن تما كتشوف هذيك الكارت بوستال ديال التراث كتعطيك الهويه المغربيه، وهذيك الكارت بوستال لانهما على فرونسيز كتعطيك انها هناك هويه اوكسيدونتال غربيه لا علاقه فيها لا علاقه بها لا علاقه بما يروجونه في لي ريزو سوسيو، يروجون الكراهيه ونسيناليونا حنايا، حنا ما كنقول لهم والو ما كنجيب لهم والو. كون جبت لكم دابا لي زوديو اللي كيجيوني راه مصيبه، السبان والمعيور السبان والمعيور، انا ما خصوش هذا الشيء. اذا انا بغيت غير نعطيكم القضيه ديال على قبل المزراوي وزياش وحمد الله ايتو، انا بعدا كنحترم هذوك الدراري دوك اللعابه اللي وصلونا لاكوب دي مون صراحه، وكنحترم ديك الفرقه اللي وصلتنا اللي دارت لعبت احسن كاس عرب لعباتو مزيان، مع الاسف ضربت الركلات الترجيحيه راه فرق كبار وتقصوا فيها، وفعلا فريق رديف فريق رديف هذوك كلهم رديف، وهما لعبوا الفريق الاول كيجبدوا هنا. اليوم الكره صحت لي زيكسبير دابا لي ريزو كلهم دوروا لاربيتراج ديال قاسما، دوروا لقطه بلقطه دي شيفراوه وراوه ديكورتيكي كل شيء، باين ان قاسما الى في ان تري تري بون ماتش، والدليل انهم دوزوه يحكم في كاس العالم، ما اثروش عليه بغاو ياثروا عليه ما اثروش عليه، ان المغرب كيتلاعب بالنتيجه والقجع يحاول اسقاط الفريق. الماتش الكره ضربت في اليد ديال سليماني وعدس الكتف ديالو باش تماركات لو بيوت ديال الاخر، تعاودوا ليه 100 مره البرومي بيوت ديال الكاميرون بيت ليغال، ما كاين لا اورجو لا مضايقه لا والو. والدوزيام بيت من شر ما خلقت، دوزيام بيت ديال التاهل من شر ما خلقت، كانوا شادين في الكاميرون المسكين كيسلخوا فيه وكيخنقوه بالاعلام الاعلام ديال ميصالي الحاج، على ذكر ان ميصالي الحاج هو المخترع ديال العالم ديال الهيه، وبيسكات سيلين بيسكات هي اللي خيطاتو سيتركي لاكوزي، و فهمتي ومات منفي باش تعرف البلاد راه الناس اللي خدموا معاه مات منفيين كجميع المقاومين اللي كانوا ماتوا منفيين، حتى وكان بقى العربي من مهيدي او عاميروش كانوا غادي يتنفاو كيما تنفى ايت احمد وتنفى مفدي زكريا لو باغولي واللي مخرج النشيد الوطني ديالهم مات في المنفى، ومن بعد ديك التمثيليه هذه اللي دفنوه مع الشهداء. حنا دوله ما كنهضروش بلا 13 مليون شهيد ولا 10 مليون شهيد، حنا دوله داخلين سوق راس راه حنا خدامين، اللي بغانا راه كيعرف دارنا كيهدونا بالحرب داكشي ما يخلعنا ما والو. حنا خدينا لا بروميير بارتي ديال الصحراء ديالنا في الوقت اللي المغرب ماشي بحال كان بحال اليوم، ومن بعد اللي دارت القضيه على مختار ولد الداده وبغاو يسلموا لهم لا دوزيام بارتي، المغرب استرجعها بالقوه. يا كانوا شحال من دوله علاش ما خداوهاش؟ يا كانوا شحال من قوه وبوليزاريو فينيزويلا، وجابوا حتى لي زيكسبير اللي شاركوا في حرب الفيتنام ضد الامريكان جابوهم، مالهم ما خداوهاش؟ يلاه اليوم غيخلعونا بالحرب، راهم دايرين لنا حرب من 75، شكون اللي تهلك؟ شكون اللي جاع؟ شكون اللي نشف؟ بقرا بقى فيها والو، شكون اللي كيجري دابا على الحليب؟ شكون اللي كيبكي بالدموع على الحليب؟ شكون شحال من واحد تقتل على فلاكو ديال الحليب؟ شحال من واحد تقتل فلاكو ديال البطاطا؟ انا نهضر معايا جبد ليا سوق الاربعاء خونوج ما جا، هذيك راه مسرحيه هذيك مديوره مع المعارضه، بغاو يبينوا على ان المغرب مهدر، المغرب راه البطاطا كتلاح، راه العشيه سير للسوق تلقى تهز الكفوف، سير العشيه للسوق شو لا تخلصي كاع دوك الحد كاع دوك الفراشه يقول لك غير خذ 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 دي ما غاديش يرجع السلعه معاه، حتى ان السلعه كتبقى كياخذوها الحمير والمغرب كياكلوها. المغرب راه بلاد الخير، المغرب بلاد الخير، شكون اللي يتعذب دابا؟ شكون اللي كيتمحل؟ شعب يكره المغرب وربي يسلط عليه الغضب، هادشي اللي كاين ما داير ليه والو. حنا بوزيسيون ديفونس، حنا اوني اون بوزيسيون ديفونس اوني في با كونفيونس، نو نو سون بريدون اي فيجيلون في با كونفيونس. حتى في الملتقى ديال الامم المتحده فيما مشينا جبدوا لنا بوليزاريو، وكتنساو شعبكم وكتنساو المساجين الراي ديالكم وكتنساو المجاعه اللي راه عندكم، مجاعه كبيره مجاعه خطيره. راه المغرب راه الى في ليطا دالارت لي جوندار في الحدود كاملين، لان استنفار لان يقدر يكون نزوح جماعي من هناك الى المغرب، هادشي اللي كاين. المغرب لا تهمه
ان الدوله تعني عليه حرب ولا جوج حروب، كاع ما مسوقهم كاع كاع فهمتي. دوله كتصدر الغاز والبترول كتقول لك باغي دير حرب، راه تزفت لك درون ضرب لك غير هذوك المحطات ديال التكرير ولا التكرار ديال النفط والغاز، ها انت نشفتي قد دخلتي ريال، ها ها ما تزفت لك غير صواريخ بار لازر تيلي كيدي بار ساتوليت. المغرب راه عنده ساتوليت، يزفت لك ان بومب تيلي كيدي بار ساتوليت، تحط لك في جميع المناجم جميع فين كاين لي رافينري ديال الغاز ولا تصفية الغاز ولا تصفية البترول، وتنشف اش تولي تعطي لاوروبا نش والو. ايه تقول لي الحرب، ما احنا عندنا غير البطاطا وخيزو مزروعه، وعندنا خيرات مولانا والمغاربه فلاحه كيجبنوا من الارض الخير، ما عندنا لا رافينري والو. كانت عندنا ديال التكره ديال التصفيه، تصفيه النفط في لاسامير ديال الغاز راه وقفت تربينيس، اما نتوما وحنا ما عايشينش بالغاز، ها هو كلشي وقف والغاز باقي يدور عندنا في الديور. اذا كنحييكم ايوا، عاود نقول لكم على القضيه، تضامنوا وتعاونوا مع اليوتيوبر ماروكان، راهم هناك دخلاء خداو لو ميم كونسيبت كيصوروا وكيصغروا المغرب. ردوا بالكم راه هادي راه بلادكم، ما تخليهمش يلعبوا عليكم، حنا رحنا ذكية عليهم، اعتبرتهم ذكية يلعبوا علينا، لعبوها قافزين راه ماشي قافزين، حنا فايقين بهم غير حنا فينا الظرافات بزاف، اوني تخي جينيرو اوني تخي بولي اي اوني اوسي ترو جونتي دي اوني ترو جونتي. نتمنى اليوم واحد راه جاوبني قال لي حقا حتى الفرق الوطنيه نتاع من هوك كيركبوا تما من دوله اخرى باش يجيو عندنا، لا كذبه، كيركبوا من عندهم مطار هواريمو منين كيجيو مباشره لعندنا، حنا اللي كنركبوا في طائره مغربيه وكندخلوا الاجواء الدوليه اللي هي في اوروبا وكنزلوا في تونس وكناخذوا الطائره تونسيه او تونس اير ولا نيمبورت كوا ولا امارات ولا، باش كندخلوا لعندكم باش ندخلوا دوله الهيد والقراقيرو. اذا وهما لا، حنا سادين الفام ديال المغاربه، ما خلاناهمش يغوتوا يحيحوا، ما نورمالمون حتى حنا نفرضوا حضر جوي حتى تضرب دور على الموزمبيق وتجي ولا تطلع من جنوب افريقيا وتجي، لان انت باقي شاد جنوب افريقيا وفي الفنزويلا، انقاذ غارق بغارق. فنزويلا باش تشرب قهوه غدي معاك قفوه ديال الفلوس تشرب قهوه، لما تشوف اللي واقع عندهم. المغاربه كيبغيو يسافروا يلعبوا ماتش كيضربوا دور عالميه، وشو الكرم ديال المغرب؟ المغرب قبل يتلعبوا عنده جميع تصفيات كؤوس افريقيا وجميع تصفيات كؤوس العالم في المغرب، تاهيليه في المغرب، اليروتور في المغرب، والمغرب اللي كيوكل ويشرب، والمغرب اللي كيبيت لينويتي على المغرب، المغرب المغرب اللي كيستقبل الدول اللي بغات تلعب عندنا مرحبا بها، المغرب حتى الدول اللي منهم كتلعب عندنا، جاو صومون بوكمون ينطقون، ما هزو بورطال، ما داروا اشاره، ما ضحكوش، مركزين على انهم ما مركزينش على الماتش، مركزين كل ما فيه ركزوا على انهم ما يبينوش راسهم فرحانين باي وجه كان، واللي يبين راسه فرحان هذا يعيط لي شنقريحه يشنقرعو. وفعلا ولكن كنشكر الكاميرون، كنشكر الكاميرون اللي دارت مقابله، دارت لا ريمونتادا ابري ان ديفات شيزال، وفسرت لكم نهار لالي ودرت لا فيديو وقلت لكم الكاميرون راه دابا باقيه تحت لو الشوك والعتابات ديال اللي لعبت بلادها وزقلت لا كوب دافريك، وشافت هذيك الدوله اللي منهم غير تبكي وتشكي، قالت واقيلا الفرقه اللي ما تاهلش حتى الدور الثاني راها سهله، ودخلت مستسهله الفريق الخصم ودخلت مشوكيه من الخساره ديال كاس افريقيا، حتى خسروا عاد تندم معاهم الحال ومشاو وقالوها وصرحوا بها غادي نمشيو نجيبو التأهيل ملهيه من هوك من ملعب المصبوغ، ملعب لو غازون بان من الربيع المعشب المصبوغ، وجابوا التأهيل وتفرجنا الماتش كامل، ولكن ماشي القجاع اللي مسؤول ولا مقجع، حنا ما مسؤولين ما والو، وحنا راه تأهلنا والمغرب ما داش رجع التأهيل، خصها التأهيل المغرب يستغلوا من يوم اشهار الاشهار الاشهار، لان كيفقص المراره المنهك يوميا يوميا، خص الاشهار اننا تاهلنا، فذكر ان فاتت الذكرى حتى تفقس المراره، فهمتي، خصنا يوميا نبيعوا ماتريال، نبيعوا طباصل فيهم لاكوب ديمون، نبيعوا بيولات، نبيعوا مانطات، نبيعوا كراسه، نبيعوا للتابيسري
خاصنا من دابا باش سبونسور يطلع والفريق تسبونسوريزوه فراق اللي الشركات اللي عندهم فلوس صحيحه باش يكون مدخول عند كرة القدم المغربية. وهنيئا لنا بشهر رمضان اللي موفر فيه كل شيء، الخيرات موجودة باختو، المول موجود، الحوت موجود على الأشكال ديالها على الأشكال، اللحومات موجودة، ما عندناش لحم الناهيق والشهيق، لحم الحمير ممنوع، عندنا لافيون شوفالين اوتوريزي، لافيون شوفالين اوتوريزي اللي بغي ياكلها اوتوريزي، ولكن لحم الحمير او هذاك راه ما عندناش. وحنا ما كنتشفاوش، حنا كيسوميو يعيرونا بالجوع والميزيرية، حنا كنعطيوهم معلومات طفيفة. حنا ما كناكلوش الرجلين ديال الدجاج، ما كناكلو لا الجلدة ديال الدجاج ولا الراس ديال الدجاج، والعنق ديال الدجاج ما كناكلوش، والأغلبية ما كياكلوش الداخل ديال الدجاج. حنا الحمد لله السمك موجود، أو السمك هنا سوبر ماركت 11 درهم السردين، 11 درهم سردينة، هذه في بلايص اللي راقيين، أما في الأحياء الشعبية ربما يكون نصف الثمن. كندويلك على السردينة، يلاه البارح جبتها ودرتها طواجن، ثم مول الخير درتها طاجين مكورة بالكمون، مكورة بالشحمة ديال الغنمي فهمتي، والكمون والربيع مزيان، والبسيبيسة وفيريسة وكريسة وميريسة، والطواجن عرفتي كيفاش طلع يدير، والله العظيم إلا وعطينا ذوقنا الناس منه، لأن الريحة ديالو غازت المنطقة كلها. على أي الخير موجود، الربيع موجود، ماشي الحشيش، هما عندهم الحشيش هي الزطلة، ماطيشة راه كاينة راه غادية وتبلونجي كتهبط، الخضر كلها كاينة، الأسواق حاجة ما خاصة، الفواكه كلها كاينة، الفراز اللي وخديتو ب 9 دراهم، هايك راه باقي يلاه جبتو في الطريق مكروسة في الطريق، سونتر فيل 9 درهم لو كيلو، الفراز، الفراولة، والافوكا خديتها ب 21 درهم الكيلو، الافوكا، والبطاطا تقديت 5 كيلو بطاطا ب 15 درهم، 3 دراهم الكيلو. باش نجيكم واحد القضية، أنا الله يحسن اللي ما عندوش، اللي ما عنده والو، اللي ما عنده والو، يمشي يخدم. راه اليوم أنا قلبت على صباغ ما لقيتوش، مشيت الموقف ولقيت على بناي ما لقيتوش، وبغيت ندير لي طونشيتي ما لقيتوش، راه في كازابلانكا كاينة خدمة. اللي عنده الميتي يخدم، كارت فيزيت ديالو يدير السيت ديالو فيسبوك ولا في الاخر، وراه غادي يخدم من وتعرف على الدروغريه، يدور على الدروغريه كاملين ويحط لي كارت فيزيت ديالو اللي خصو، اللي عنده الحرفه ديال لامينويزي لا شونديري لا لاليمينيوم لا لي طونشيتي لا ماسونري لا كارلاج، اي حاجه حطها خويا وتوكلوا على الله وربي يجيب التيسير. هادشي اللي بغيت نقول لكم، وهنيئا لنا بالتأهل، لأن سمعت شي هضرة وحق راه غادي نرجعو أسيدي، حنا غادي نمشيو غير توريست، حنا غادي نمشيو لقطر غير توريست، غنمشيو معاهم نتبندرو، إلا ربحتنا كرواتيا خويا راه عندها مودريتش، ديك لاباس بالإكستيريور راه مكاينة حتى عند شي واحد، فهمت، يماركي ويعطي لي باس ديسيزيف ويدير عندهم راكيتيش، مكان غير تيش 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 تيش، فهمتي، لا بلجيك حتى هي. سيمي فيناليست ديال لاكوب دي موند، لوكاكو اللي كيديماري خاصك باش تجيب ليه الكروج باش يشدو، فهمتي، كي كيديماري لوكاكو شكون راه يشدو، راه بحال طنك كيبقى يجري، اللي ضربو يطيح، والازارو او عاد خليها كورتوا اللي هو حارس كيعمر بحال لاريني سبايدر مان، خويا حنا ماشي غادي نقصرو، حنا غاديين قصارين، وما نحقروش نقولو غنربحو كندا. تا كندا عندها المجنسين، حنا ماشيين هادوك مجنسين فيها غير الطيورة، تا شحال من عام كاليفات، كي جنس العباد الله راه كاليفات، فهمتي، حنا ماشيين قصارين، المهم الدرابو يطلع ثلاثة د المرات، النشيد الوطني، إلا جر الله شي مفاجأة بحال 86، 86 جينا مع أربعة ديال لوتر ماتيوس وديال ريمينيغي وديال رودي فولر والروينات كحلة مع ألمانيا. وجينا بليتو الجروب اللي جينا مع بونياك ولاطو، وجينا مع لي زونغلي، وجينا مع فوتري والرباعه ديال شالانا وغوميز، ربحنا غوميز، ربحنا لو دوزيام ديال لاكوب دوروب اللي كان غيدير لاكوب دوروب البرتغال، وتعادلنا مع لابولون، لابولون كانت سولو جول ديك الساعه شكون يقدر عليها، وتعادلنا مع لونجليتير ودوزنا الدوزيام تور وخسرنا سير انفو دو لا ديفونس
بال اغيتي ماشي في واحد 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 لاطاك بلاسي ولا شي كونتر اتاك بال اريتي. لوتار ماتيوس كان معروف لوتار ماتيوس والله العظيم كي جاي تيريها قلت يا ربي السلام هذا لوتار ماتيوس هذا راه البوازون ديال لي بال اريتي. على اي كنحييكم وحنا راه غادي نتوريست ومن بعد غادي نجبد لي واتساب الفيديو البروشان وغادي نجيب لي نوفال ديال الاصدقاء اللي هما في اوروبا اللي موحشين البلاد ديالهم. تبارك الله عليكم حنا مغاربه ما كنتنافسوش مع شمال افريقيا. ما تبقاش تقول لي هذه القضيه جزائر ينباهر في المول واين باهر في لاكورنيش. خلينا مع الهضره الخاويه او تونسي ينباهر اش هذه الهضره الخاويه. حنا راه نباهرو راه حنا نباهرو راه تشيرشيل راه كان خلاتها موغارا تشيرشيل راه كان ريزيدون امامونيا راه جيمي هندريكس لي رولينغ ستون جوكو كير راه تشار جيستن بيبر ماريا كاري جينيفر لوبيز كاع هادو سميتو روبير راتفور جورج هاريسون ونزيد نجبد لك سميات كتار ارنولد بيرغمان الفريد بوغارت وعدد كبير ديال الممثلين كيجيو عاد شخصيات عاد جاك شيراك عاد ترامب راه بنى البالي ديالو هنايا عاد الامراء الامير ديال الرئيس الملك ديال الاخطر راه عنده هنا امراء كلهم الملوك كلهم ديال الخارج عندهم المغرب عاد تسناو تونسي عادي جا هنا انبهر ينباهر كينباهر راه حنايا راه نباهرو الناس الكبار ديال الدول اللي كاينه عندهم النصيب لي ساتوليت وعندهم لا نازا وعندهم نباهرو في المغرب عاد نتسنى انا واحد مدول العالم الثالث من القراقيره ولا من الدربجي انا ينباهر ليا. هذيك هضره خاويه هذوك عناوين باش يشدوا المشاعر ديال المغاربه ويدخلوا بارك الله فيك الله يجازيك بخير وخاوه خاوه ويبقى لحن يا متى لحن ويبكي ها ها ديالي حلميه قام كيليا كانوا والو كان لا نباهر لا والو. هذيك سياسه باش عاقب المغربي انه يبغي الاجنبي يشكر ليه بلادو طاحوا على الدبره طاحوا على التويو ولاو كيجيو شد لك باكيت بقى يصور يقول لك شوف 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 وهذوك راه ما كيشوفوش راه القراقير وما مابونينش في هاد لي شان ديال هاد النوع ما كيتابوناوش نهائيا سيتو الا كان شادها واحد من عندهم كيدخلوا يسبوا ويعايروا. تبارك الله عليكم كاين انسينيا الو كنحييكم تبارك الله عليكم وديما راني هنا فيديو شوف انا ما كيهمنيش لو نومبر دو في عرفتي علاش باسكو كندير لي فيديو بزاف كندير 3 4 في النهار ما عنديش رونديفو سون رونديفو ما كندير لا رونديفو لا والو. تبارك الله عليكم وفطوركم يكون شهيه طيبه ان شاء الله والصحه والعافيه.